يجب ليك دامي. انت ما بتحبي بنتك ولا بدك اياها. لا تظلمني يا عمي، والله قلبي عم يتقطع عليها. حاولي ولو مرة واحدة تيجي تشوفيها. ما عم بقدر، ما عم بيخليني. غصبا عنه، شو بده يعمل يعني؟ هددني بده يحرمني ولادي اذا عمل شي ما بده اياه. ولادك؟ ليش هديك مو ولادك؟ عمي انا مأمنة عليها عندك. عندي؟ كأنك ما بتعرفي شو في عندي. شو بدي اعمل؟ عم بهربها من وش انور، كل يوم بينطلي وبيهددني. هددك الك؟ لشو بيسترجي يرفع عينه فيك؟ ستي رفعها وهددني بوشي وانا ساكت، كله مشانك. ذاتا ما حدا كاسر ظهري غيرك انت وولادك. بوس ايدك يا عمي سامحني، انا بعترف لك اني ضعيفة قدامه بس ما بعرف ليش. لانك غبية. تركيه تركيه وارجعي لعندي. ما بقدر. بصفلي، هي اخر فرصة لك، انا عزرتك. ما بقيت اقدر اعمل لك اي شيء. لا ما تطلع من عندي بنت زعلان، الله يخليك. بدي روح، ما بدي ضل اجي، ما بدي اشوفه. ولي على قابتي صرت تخاف منه كمان. لك مالي خايف من شيء، يلي بده اياه مني ما بقي الي، ما في شيء خاف عليه. وعبير؟ ذاتا هذا الشيء الوحيد اللي خلاني احب الدنيا اضل فيها. انا الحق علي، الحق علي اللي تركت لك اياها من الاول. كيفك؟ خليك معنا على الغدا عمي. شو بك عم تبكي حبيبتي؟ من همي. حكاكي شي زعلك؟ طبعا زعلني، زعلني منك. خير بقى، ليش شو في؟ انت يا انور، انت تهدد شاكر. شو من امتى يعني؟ نسيت؟ نسيت ايام زمان؟ الله يرحم ايام زمان. شو بقى شاكر؟ صاير قلبه رقيق وعم يخاف بسرعة، شو كان بده؟ ما في شي، كان عم يسأل عن عبير. عبير، منيح اللي ذكرتيني. لازم انزل شوف الضابط شو صار مشانه. أنور أنت بشو عم تهدد عمي؟ ولا شيء، هو فهمني غلط. شو بدك منه؟ أنت بتعرفي شو بدي منه، بدي يبيع الأرض وبس. معقول؟ معقول يكون خايف مشان الأرض؟ ليش شو قال لك؟ لا ما في شيء. احكي شو قال لك؟ اتركي إيدي وزعتني. عمل لك احكي شو قال لك بالتفصيل. ما قال شيء، ما قال شيء مهم، بس كان عم يشتكي لي منك، ولما سألته إذا كان خايف منك قال لي ما عاد خاف من شي، لأن اللي بدك اياه منه ما بقى له، ما بقى له. شو معناتها الحكي؟ والله ما بعرف، ما فهمت شي. أنا فهمت. معقول يكون باع الأرض؟ لا لا لا، مستحيل. شو هالحكي؟ شاكر عنيد مستحيل يستسلم بسرعة. شو هي اللي يعملها؟ يبيع الأرض. معقول يكون باع الأرض؟ إذا بيطلع هالكلام مزبوط نهايتك يا شاكر على إيدي وعلي وعلى أعدائي. نفرق على الأرض الحزينة.